يقول السائل: ما حكم مسابقة شهر رمضان للصغار؟ ما حكم مسابقة شهر رمضان للصغار والكبار وأيضا سباق المشاهدين؟ المسابقة التي تشغل عن ذكر الله في رمضان وعن تلاوة القرآن، إشغال الناس بهذه المسابقات وتعلقهم بالطمع وهذه الجوائز، وهذا كله من ما لا يجوز في هذا الشهر، وهذا من كيد الأعداء، يريدون أن يشغلوا المسلمين في هذه الأمور. الواجب الإعراض عن هذه المسابقات وعدم الالتفات إليها وعدم الانشغال بها، والإقبال على ذكر الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى.